دلوقتي انتهى الشوط الاول من مباراه شبيبه الثوره الجزائري مع تسيمبا التنزاني، وما زال التقدم لشبيبه الثوره الجزائري بهدف مقابل لا شيء. دي كويس. بالنسبه للفرص التاهل بقى للنادي الاهلي، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ شبيبه الثوره متقدم، وغالبا المباراه تنتهي بفوز شبيبه الثوره لانه بيلعب في الجزائر. شبيبه الثوره على فكره اتطور بشكل كبير جدا بعد الخساره، بعد التعادل معانا والتغيير، المدرب جالهم مدرب اللي هو كريم الزاوي مكان نبيل نجيز، اتعادلوا مع فيتا كلوب، بعد كده كسبوا فيتا كلوب، والنهارده بيكسبوا سيمبا. ايه فرص التاهل النهارده؟ شبيبه الثوره لما يكسب هيبقى 8 نقط، اذا مفيش قدام النادي الاهلي غير فرصه واحده هي الفوز. وسبحان الله ولو كسبت هتتاهل كمتصدر للمجموعه. يعني النادي الاهلي بعد فوز شبيبه الثوره النهارده ما قداموش غير فرصه واحده، ان انت تكسب وتتاهل كمتصدر بغض النظر عن النتيجة. بغض النظر عن اي نتيجه، تكسب المباراه وتتاهل كمتصدر. لان لو اللي هيقرب منك هو هيبقى فيتا كلاب، وانت في المواجهات المباشره هنحسبها. اول حاجه في حاله الفوز الاهلي يتصدر المجموعه، طبعا بعد فوز الشبيبه النهارده يتصدر المجموعه، يتاهل كرسمي ويتصدر المجموعه. وعلى فكره هتبقى مباراه صعبه جدا، لازم الاستاد يكون ممتلئ على الاخر، لازم الجماهير، طبعا جماهير الاهلي ما بتتوصاش في المباراه دي، لازم ان شاء الله نكسب عشان نتصدر المجموعه. طب ايه اللي يحصل بقى في حاله التعادل؟ لو اتعادلنا يعني المباراه الجايه لا قدر الله، لو حصل تعادل يبقى احنا لازم مباراه النهارده تنتهي بالتعادل. دي الفرصه الوحيده عشان النادي الاهلي يصعد كتاني كوصيف، ان لازم مباراه النهارده تخلص تعادل، والنادي الاهلي لو تعادل اخر ماتش النادي الاهلي يصعد وصيف. ده الفرصه الثانيه الوحيده للنادي الاهلي. اما لا قدر الله في حاله الخساره تعني خروج النادي الاهلي من البطوله. اذا ملخص الفرص ان النادي الاهلي بيحتاج للفوز المباراه الجايه على شبيبه الثوره لكي يتصدر المجموعه. ده يمكن الفرص. برضو عايز اقول للناس حاجه، ان الفرق دلوقتي في افريقيا اتطورت بشكل كبير جدا. انت دلوقتي لو بصيت على كل المجاميع، الفرقه الوحيده اللي ضمنت الصعود الترجي. باقي الفرق المجموعات كلها، يعني لو اتكلمنا على باقي المجاميع، بص حضرتك باقي المجاميع بتاعت الفرق هتلاقي الفرص كلها لغايه اخر جوله. اول مجموعه مثلا سان داونز عنده 10 بعد لما يكسب النهارده، والوداد 7، اسك 7، لوبي ستارز 4. اذا اللي صاعد مين؟ سان داونز كده تقريبا شبه ضمن الصعود، وفي ماتش اللي هو الجوله الاخيره ما بين سان داونز والوداد في المغرب. ده طبعا 3-0 سان داونز الشوط الاول. فسان داونز خلاص كده ده تقريبا ضمن الصعود بنسبه 100%. ليه؟ لان فرق المواجهات المباشره ما بينه وما بين اسك ميموزا لصالح سان داونز، فسان داونز ضمن الصعود. هيروح يقابل الوداد المباراه الاخيره، الوداد ما فيش قدامه غير فرصه واحده ان هو لازم يكسب، عايز يكسب، فيكسب هيتصدر المجموعه. فانا اتوقع ان المجموعه دي هتنتهي بتصدر الوداد لما يكسب في المغرب، وسان داونز هيبقى الثاني. دي اول مجموعه. المجموعه الثانيه يعني نلاحظ ان المجاميع في لغايه اخر لحظه هتنتهي، فده بيتاكد ان تقارب المستويات. يعني المجموعه الاولى لما الوداد يكسب في المغرب يتصدر اول ويبقى سان داونز الثاني. طب لو ما كسبش هيبقى سان داونز اول والوداد يستنى نتيجه اسك ميموزا مع لوبي ستارز. لو اسك ميموزا كسب والوداد خسر الوداد يطلع بره، ولكن الاقرب طبعا الوداد في المغرب بجماهيره اكيد هيكسبه، فهيبقوا 10 وسان داونز 10، فاللي هيصعد الاول الوداد والثاني سان داونز. تمام. المجموعه الثانيه الترجي حسم الصعود 11 نقطه. في مباراه ما بين، دي مباراه بقى المصيريه في المجموعه دي، مباراه الموت ما بين حريه واورلاندو بيراتس. حريه في حريه عنده فرصتين، يا يكسب يا يتعادل، لكن اورلاندو ما عندوش غير فرصه واحده بس ان هو يكسب عشان يصعد، فهتبقى مباراه موت ما بينهم. اذا الترجي هيبقى اول، غالبا حريه طبعا عشان على ملعبه فهتبقى فرصته اعلى شويه، فممكن يبقى الترجي وحريه من المجموعه دي. نيجي بقى للمجموعه الثالثه، مجموعه الاسماعيلي. مجموعه الاسماعيلي برده مجموعه معقده شويه. شباب قسطنطينه عنده 10 نقط، مازيمبي عنده 8، الافريقي عنده 7، الاسماعيلي طبعا بره عنده 2. فايه الفرق؟ الفرق ان الافريقي عنده فرصه واحده بس، الافريقي محتاج يكسب الاسماعيلي بنتيجه كبيره، بحيث ان هو يعني ايه، لان عندك مازيمبي مع شباب قسطنطينه عندهم مواجهه اخيره، المواجهه دي هتحدد بنسبه كبيره جدا. ولكن وجهه نظر يعني ان في المجموعه دي شباب قسطنطينه ومازيمبي هم اللي هيتاهلوا، ان الافريقي هيحتاج ان مازيمبي يتعثر على ملعبه قدام شباب قسطنطينه. لان المباراه مازيمبي وشباب قسطنطينه في ملعب مازيمبي دي هتبقى مباراه صعبه جدا، الاغرب فيها طبعا مازيمبي على ملعبه بيكسب، فهيبقى 11 نقطه، شباب قسطنطينه 10، الافريقي هيبقى 7 لما يكسب هيبقى 10، ولكن فرق المواجهات المباشره الاثنين متساويين، هيبص لفرق الاهداف، وبالتالي الاغرب في المجموعه دي شباب قسطنطينه ومازيمبي. المجموعه الرابعه طبعا وهي مجموعه النادي الاهلي، شبيبه الثوره دلوقتي هيبقى متصدر بعد ما يكسب المباراه دي هيبقى 8، النادي الاهلي هيبقى 7، فيتا هيبقى 7، سيمبا هيبقى 6.
إذن عندك فرصة واحدة للنادي الأهلي زي ما اتكلمنا فيها، أن النادي الأهلي لازم يكسب المباراة الجاية، ولما يكسب إن شاء الله هيبقى 10 ويتأهل كمتصدر. طيب إيه النتائج التانية؟ يعني حضرتك دلوقتي في فيتا وشبيبة الثورة، يعني الماتش الجاي الأخير هيبقى فيتا وسيمبا هيلعبوا بعض، والأهلي هيلعب شبيبة الثورة. فيتا لو كسب هيصعد تاني، ففي الغالب في المجموعة دي يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله النادي الأهلي هيتصدر، وفيتا كلوب هيبقى التاني معاه. لأنه لو كسب هيوصل 10 وشبيبة الثورة هيبقى 8. والفارق المواجهات المباشره بينه وبين الاهلي احنا كسبين 2 وهو كسبان 1. لا احنا هنبقى خلاص، احنا هنبقى 10 وفيتا كلوب. فارق المواجهات المباشره لصالح الاهلي، هيبقى الاهلي والفيتا كلوب مع بعض. ايوه. فاذا يعني الاربع مجاميع كده، ممكن المجموعه الاولى نقول منها الوداد سان داونز، المجموعه الثانيه الترجي حريه، المجموعه الثالثه مازيمبي وشباب قسطنطينه، المجموعه الرابعه الاهلي وفيتا. هم دول الثمان فرق. هيبقى يعني مين اللي هيلعب، مين اللي هيلعب بعضه بقى؟ على حسب القرعه. طبعا الاوائل، الاوائل هيبقوا فوق، والتواني هيتوزعوا على حسب القرعه لغايه نهايه المجموعه. طبعا الثمانيه يعني، والبطوله السنه دي قويه جدا، قويه جدا. واضح ان الفرق كلها يعني، طبعا الترجي لسه كان حصل على البطوله الوصيف، فرقه قويه جدا. سان داونز ماشيه بشكل كويس جدا، بدات بدايه مش حلوه وبعد كده رجعت ان هي ترجع بشكل مميز قوي. المجموعه الثالثه فيها شباب قسطنطينه ومازيمبي، مازيمبي طبعا بخبراته، ولكن طبعا انا شايف ان الاهلي ان شاء الله لما يعدي من المباراه الجايه باذن الله هيبقى يعني مرشح بقوه باذن الله مع الترجي للبطوله باذن الله. ده بالنسبه للفرص بقى كالعاده يعني، الاهلي والترجي يعني هم دول المرشحين الابرز، لكن الاهلي والترجي. لا بس في فرق برضه، في فرق قويه يعني، زي الوداد بيمر بحاله عدم اتزان شويه. يعني حتى النهارده لسه خسران، بيمر بعدم اتزان. سان داونز لسه مش ده سان داونز بتاع 2015 اللي كسب الزمالك. الترجي ما شاء الله 11 نقطه، الفريق الوحيد اللي معدي 10 نقط. المجموعه الاهلي برضه، الاهلي وفيتا. الفيتا النهارده احنا شفناها فرقه تقيله قوي، فيتا يعني فرقه، لا فرقه تقيله ممكن توصل نص نهائي. يعني الاهلي وفيتا والترجي مثلا ومازيمبي يعتبروا من اقوى اربع فرق في البطوله. شباب قسطنطينه حاله، عامله حاله، ماشيه بشكل كويس، بتلعب على ارضها، بيعتمدوا على عرضيات مع دينيس لافاني، عاملين حاله كويسه، بيعتمدوا ان هم دايما بيكسبوا. ولكن الفرق اللي هي بتبقى حاله دي مش شرط ان هي توصل يعني اخرها ان هي توصل دور الثمانيه، لكن ما توصلش للنهائي ونص النهائي. احنا على فكره شفنا الترجي السنه اللي فاتت، الترجي السنه اللي فاتت صاعد تاني. وبعد كده احنا كنا ما كانش في حد مرشحه قوي، اللي هو يعني حتى هم صعدوا على ماتش حريه بالعافيه، اللي هو كان، لا كان ماتش بعد كده قابلوا فريق وصعدوا بيه بالعافيه ووصلوا لنص نهائي بعد كده نهائي، ما كانش في حد متوقع. فدايما البطل بيبتدي تدريجيا، وانا شايف ان لاسارتي بيصلح من اخطائه. انا جيت انا انتقدته في المباراتين اللي فاتوا، هي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها للناس، وهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم دايما فيها يا جماعه، ان احنا مفيش اي مشكله خالص.